أريد أيضا أن أرحب معك ومعي بضيفي عبر الاستوديو أيضا أستاذ دكتور رمزي عودة، مدير معهد فلسطين للأبحاث الأمن القومي. أنا برحب بك دكتور رمزي، ودائما ما أرحب بك أنت ودكتور أسامة سعيد. أريد أن أنقل الحديث معك. يعني دكتور أسامة بيحدثني عن نبرة أعتقد تشاؤمية من عشرة معك. يعني دكتور أنت أكثر ظلامية منه لأنك بطبيعة الحال تلمس الأرض. هل بتتفق مع طرح دكتور أسامة بأنه التحرك الأوروبي الآن وما نشهده في بروكسل يمثل بصيص أمل ويطاقة نور، ولكن ليست بكامل الإضاءة شمس مشرقة لمستقبل أفضل لفلسطين؟ أولا مساء الخير وشكرا على الاستضافة. يعني أنا أعتقد أنه المسألة يمكن أن تحتوي على أمل أكبر مما تحدث به ضيفك الكريم الدكتور سعيد. الاتحاد الأوروبي وازن ومؤثر ومتأثر بمنطقة الشرق الأوسط بشكل كبير جدا، ربما أكبر من الولايات المتحدة. هناك جاليات عربية وفلسطينية ومسلمة كبيرة منتشرة في الاتحاد الأوروبي، أيضا المصالح التجارية والاقتصادية موجودة في الشرق الأوسط بالنسبة للاتحاد الأوروبي. يعني هذا العدوان الأخير الإسرائيلي تأثرت به مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، سواء من خلال وسائل النقل لقناة السويس، حتى يعني التبادلات الاقتصادية، ارتفاع الجمارك، كل هذه القضايا تأثر بها وصول الوقود إلى آخره من القضايا. موضوع الإرهاب أيضا موضوع مهم. لهذا أعتقد أنه الدول الثلاثة وقبلها دول تسعة، اليوم على ما أعتقد 12 دولة أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية، لم يكن فقط لتحقيق ما يسمى بالعدالة التاريخية أو بالإسراع في عملية السلام، وأيضا جزء من دفاع أوروبا عن مصالحها التي تعي أوروبا أكثر من الولايات المتحدة، إنه لا يمكن من خلال الحرب والعدوان والصراع، حتى وإن كان ميزان القوى لصالحها أو لصالح إسرائيل، لا تستطيع من خلال فرض القوة أن تستمر في ظلم واحتلال أراضي الغير بالقوة، وأنه لن يحدث الاستقرار. وفعلا على مدى 76 عام اللي أنشئت فيها دولة إسرائيل لم تنعم هذه المنطقة بسنوات متواصلة من الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي. لذلك فأوروبا من حقها أن تكون جارتها الشرق الأوسط جارة آمنة، جارة مستقرة، تبتعد عن الإرهاب، تبتعد عن العنف، تبتعد عن إيذاء مصالحها في المنطقة. ولهذا جاء اعتراف الدول الثلاث بالدولة الفلسطينية اللي هي النرويج وإيرلندا وإسبانيا، وهي دول وازنة في الاتحاد الأوروبي، بارقة ليست فقط بارقة أمل، ولكن أيضا هي تمهيد لأن تقوم أوروبا كلها بالاعتراف بدولة فلسطين. اليوم احنا الدور على ألمانيا، وندرك جميعا إنه إذا إحدى الدولتين ألمانيا أو فرنسا أعلنت عن موقف جيد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كل دول أوروبا الباقية سوف تنحو نحوها. بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال إنه سوف تكون على أجندة اجتماع الاتحاد الأوروبي اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية. أريد أن أذكر سعادتك بأنه في التسعين، عام 90، عندما بدأ النظام الأبرتهايد، الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بالانهيار، لم ينهار لعوامل القوة، يعني فارق القوة بينه وبين الأفارقة في جنوب أفريقيا، يعني اختلال ميزان القوة، كان ميزان القوة لصالح البيض. كانت الدول الكبرى بريطانيا والولايات المتحدة تدعم بشكل استراتيجي هذا النظام، ولكن انهار لأن العالم لم يعد، خاصة العالم المتحضر أنا أقول، لم يعد يتحمل أن يتعامل مع نظام عنصري همجي مطاعم دكتور البير رمزي. مختلفة.